السلام عليكم. إذا في إطار الملتقى الثقافي، ملتقى الثقافة العربية الدورة السابعة، تخليدي لذكرى المسيرة الخضراء، دورة الصحفي الكبير محمد الصديق معنينو. نعم، بطبيعه هذا الكتاب له لجنه علميه ولجنه قراءه ولجنه مراجعه كي يخرج ان شاء الله في حله طيبه تشرف هذا الملتقى وتشرف هذه المدينه وتشرف ايضا الوجوه الحاضره وايضا المتدخله في هذا الكتاب ان شاء الله. اضافه للدكتور اشرف، بالنسبه للجنه العلميه تتكون من اربعه دكاتره اساتذه جامعيين، كاين الاستاذ الدكتور اشرف سليم، وكاين الدكتور عبد الفتاح شاهين، وكاين الدكتور غانمي عبد. الشخصيات اربع شخصيات كلهم معروفين في مجال الادب، في مجال العلم، في مجال يعني في الاكاديمي، يخلي لانه يعني كاين واحد الدعم ديالو لانجاح هذا المنطقه. وشكرا موجود لوزاره الصحه ووزاره الثقافه، المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة، المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب، وأيضا الخزانة الوطنية. وجوه طيبة نيرة. المحلية والوطنية والدولية. السلام عليكم. يا أستاذة، لاباس عليك، الله يبارك فيك. هذا الحدث اللي هو يعني حتى على مستوى التكريمات، حنا ما اخترنا لأننا كنهضروا على الوسائل الحديثة الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضايا الوطنية. يعني كما حنا كنهضروا على الإعلام، كنهضروا على تأثير الواقع في الوسط المجتمعي. معنا يعني هذا الدورة تكريم للصحفية المعروفة فاطمة.